جينا نعبروا بشكل واضح على التضامن ديالنا المبدئي مع اساتذه واحد الشعبه كنعتبروها من الميزات ديال هذه البلاد، الميزات الاساسيه اللي في الاصل خصها تدعم وخصها تقوى. مراكز بحوث ماشي اللي يتهان فيها الاستاذ واللي كتهان كرامته اليوميه. ما كنعتبر بان معاناه اساتذه علم الاجتماع وتدخل العماده بشكل سافر حتى توصل لواحد المحطه ديال التدخل في النقاط، هذا وصلنا لقمه الاهانه وقمه ديال العسف على البحث العلمي في هذه المحطه. وبالتالي ان الشعبه الان هي اللي مستهدفه ماشي الاساتذه ديالنا، شعبه علم الاجتماع مستهدفه كينونتها التصور اللي كيبنيو هاد الاساتذه. حنا كقوى حاضره في هاد الوقفه، حنا حاضرين بالدعم والمسانده، وكناكدوا اننا مستعدين لجميع الخطوات النضاليه اللي مستعدين الاساتذه ياخذوها. ولكن خاص يعلم الجميع اننا فرض علينا هاد الوضع، هاد الواقع، وفرض علينا لان هذا واحد الصيروره ديال اكثر من سنتين ديال المعاناه اللي تغلبنا بانطلاقا من الاجراءات الاداريه من رصه الى غيره، ولكن اخر محطه هي محطه الادلال اللي حاول العميد ان يدلنا من خلالها، من خلال محاوله فرض ابسط شيء كيمارسوه هو من المهام الاساسيه ديال الاساتذه الباحثين، وهي توزيع الحصص الدراسيه بيناتهم واختيار المواد اللي يدرسوها اللي كتكون كتماشى مع البحوث ديالهم ومع اللي كتكون افاده العلميه لهم. اذا فهذا الحق هذا فهذا العميد اراد ان يصادره للطلبه، وبالتالي هذه الوضعيه بالنسبه لنا كاساتذه لم نقبلها، وهذا خط احمر كما كتشوفوا في هذا بمعنى كرامتنا والمهام ديالنا. اذا وهي اللي دفعتنا للوقوف